أثارت موجات التشدد الإسلامي التي أصابت العالم العربي بعد أكثر من 3 سنوات منذ اندلاع الثورات أسئلة جدية حول السيطرة والهيمنة واحتكار العلوم الإسلامية والدينية. لقد سيطر الكثير من علماء الدين والخطباء لسنوات عديدة على قصة الإسلام الحقيقية المتعارف عليها لدينا، وعملوا على إسكات كثير من الأصوات التي تنادي بقراءات مختلفة ومتنوعة لهذه القصة، مما أدى إلى نشوء إسلام راكد جامد غير متطور ومنقطع. وللأسف قد فضل الكثير من الناس الاتباع الأعمى بدلاً من اتباع طريقة التحقيق للوصول إلى حقيقة الأشياء. في محاولة لكسر هذا الاحتكار للمعرفة الدينية والكشف عن أصوات بديلة ومتنوعة، قررنا أن نعود إلى التاريخ وأن نستكشف سرداً مختلفاً لتاريخنا الإسلامي من خلال حياة مالك الأشتر، الصحابي الشجاع والمخلص للإمام علي. وقد قال أحمد الحسن اليماني الموعود عن مالك الأشتر وهو يصف هؤلاء الذين يهاجرون في سبيل الله: ولي الله هو سبيل الله، فمن يهاجر فيه إلى الله يجد سعة وعطاء عظيما، ويعطيه الله كما أعطى الأنبياء والمرسلين. كمالك الأشتر كان على بعد مئات الكيلومترات عن علي بن أبي طالب، ثم يجلس في الليل يبكي فيسأله أصحابه فيقول: أبكي لأني أسمع مناجاة علي، فقد فتح لمالك في ملكوت السماوات كما فتح للأنبياء والمرسلين. كان مالك الأشتر من أكثر الصحابة ولاء للإمام علي عليه السلام، ومن أبرز المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام وأظهر كل التفاني والإخلاص والسعي إلى تطهير نفسه وتزكيتها. وينتمي مالك بن الحارث بن خي إلى قبيلة يمانية قديمة، وعرف بطبيعته المتواضعة والورعة، وكذلك بشجاعته الغير مماثلة وبداروته في المعارك. اشترك في معركة اليرموك وقاتل بمسالة فريدة، وكانت له مواقف شجاعة في صد هجمات الروم على الجيش الإسلامي، وفي إحدى المعارك شتر جفن عينه بالسيف، ولذلك عرف بالأشتر. تكلم مالك الأشتر بشراسة ضد الظلم والقهر، وكان صوتاً عالياً للحق، وألهم آلاف المسلمين في وقته. من إحدى الوقائع التي شهد فيها مالك القهر والظلم كانت مع واحد من أكبر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أبو ذر بأنه سوف يموت وحيداً في الصحراء، وأنه سيحضر موته جماعة من المؤمنين. وقصة موت أبو ذر تتضح أكثر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أحزنت وفاة النبي أبو ذر كثيراً، وأخذ يذكر الناس دائماً بحادثة غدير خم التي عين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب ليكون خليفته أمام آلاف من الناس. احتج أبو ذر بصوت عال ضد ما رآه من إهدار للمال العام، وهو ما أغضب عثمان الخليفة الحاكم آنذاك، وحمله على نفيه إلى الربضة، وهي منطقة صحراوية تبعد 3 أميال عن المدينة ولا ينمو فيها الغذاء. حضرت قافلة ومرت من خيمة أبو ذر، وكان بها مالك الأشتر وبعض من أصحابه، فتعرفوا على أبو ذر وحضروا وفاته بعد أن غسلوه وكفنوه ودفنوه تماما كما أنبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. امتد اضطهاد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد الأصدقاء المقربين إلى مالك الأشتر، وهو عمار بن ياسر ابن أول الشهداء في تاريخ الإسلام. وكان عمار هو من قال النبي في حقه: عمار ملئ إيماناً إلى مشاشه. كان عمار ناقداً صريحاً لسياسة عثمان في وقته، لم يتحمل أبداً رؤية التغييرات التي كانت تقام باسم الإسلام،
واعترض بشدة عندما كان يساء استخدام بيت مال المسلمين، وكان ذلك سبباً في اعتقاله وتعرضه للضرب في المسجد النبوي وإلقائه في الخارج. لم يتوقف عثمان عند محاولة إسكات كل أصوات المعارضة الحقيقية التي كانت عزيزة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه قام بتفضيل أبناء قبيلته الأمويين على غيرهم وتعيينهم في أعلى مناصب الحكم، وقد كانوا معروفين بجشعهم وطمعهم في السلطة والحكم. بعد مقتل عثمان ذهب كثير من الناس إلى الإمام علي وطلبوا منه أن يكون خليفة، ولكن الإمام رفض ذلك. أصر مالك الأشتر وغيره من الصحابة على ذلك، وألقى مالك خطابا حماسيا في الجماهير قائلا: أيها الناس، هذا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء الذي شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله بجنة الرضوان، من كملت فيه الفضائل ولم يشك في سابقته وعلمه الأواخر والأوائل. وهكذا كان مالك أول من بايع علي بن أبي طالب، وعندما أصبح الإمام علي خليفة بدأ عهد جديد، فقد أصدر أمرا بإقالة جميع الولاة الظالمين. واجه الإمام علي الكثير من الصعوبات والفتن خلال فترة حكمه. استغل الكثير من أعداء الإمام علي الطامعين في الحكم حجة الثأر لدم عثمان كزريعة لبدء الحرب والحصول على السلطة. بدأت معركة الجمل بمساعدة مروان بن الحكم الذي ألف جيشا من أموال المسلمين التي سرقها من بيت المال في فترة خلافة عثمان، وقاد الجيش طلحة والزبير وعائشة بنت أبي بكر. أما في الكوفة فقد قام والي الكوفة آنذاك أبو موسى الأشعري بتحريض الناس ضد الإمام علي وعلى أن يتقاعسوا عن الجهاد ومحاربة المتمردين، فبعث الإمام مالكا الأشتر ليحشد الجيوش. استطاع مالك أن يجمع حوله جمهور غفير بخطبة حماسية، فهزم أبي موسى الأشعري الذي استسلم وطلب مهلة يوم واحد لمغادرة الكوفة، فأجيب طلبه. وألقى مالك خطبة حماسية أخرى أسرى بها قلوب سكان الكوفة، فاجتمع منهم جيش بلغ تعداده 18,000 من المقاتلين. عين الإمام علي مالك الأشتر قائدا للجناح الأيمن وعمار بن ياسر قائدا للجناح الأيسر، فيما حمل الراية ابنه محمد بن الحنفية. كان مالك الأشتر في المعارك كالأسد يقاتل بشجاعة لا نظير لها، ولهذا كان الأعداء يخافون منه، ولكنه في الأيام العادية كان يبدو كرجل فقير، فهو يرتدي ثيابا بسيطة ويمشي بتواضع حتى أن أكثر الناس لا يعرفونه. ذات يوم وعندما كان مالك يسير في الطريق كان أحد السفهاء يأكل تمرا ويرمي النوى هنا وهناك، وعندما مر مالك أمامه رمى بنوى في ظهره وراح يضحك عليه، فقال له رجل رأى: ماذا تفعل؟ هل تعرف من هذا الرجل؟ أجاب: كلا، من هو؟ إنه مالك الأشتر. كان مالك الأشتر قد مضي في طريقه لأنه تذكر ما كان يفعله المشركون بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله في مكة عندما كانوا يلقون عليه التراب والقاذورات فلا يقول شيئا. دخل مالك المسجد وراح يصلي لله ويستغفر لذلك الشخص الذي رماه بالنواة. جاء الرجل مهرولا ودخل المسجد وألقى بنفسه على مالك يعتذر إليه وقال: أعتذر إليك مما فعلت، فاقبل عذري. أجاب مالك بابتسام: لا عليك يا أخي، والله ما دخلت المسجد إلا لكي أصلي وأستغفر لك. كان سبب معركة صفين في سنة 37 هجرية هو معاوية بن أبي سفيان الذي عمل على إزالة وهدم خلافة الإمام علي. عندما رأى كيف عزل الإمام علي كل الولاة الفاسدين
وعين مكانهم أشخاص معروفين بالتقوى والصلاح والصدق، خاف معاوية على منصبه وسلطته، وكون جيش لمحاربة الإمام علي بقيادة أبي الأعور السلمي. عندها شكل الإمام علي عليه السلام جيشاً لمواجهته، وسلم إمرة الجيش إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه. حاول مالك الأشتر إقناع خصمه بالبحث عن حل سلمي، وتوصل الفريقان إلى هدنة مبدئية تظاهر بها أبي الأعور، ولكنه قام بهجوم غادر في غضون الليل متجاهلاً بذلك كل أعراف الحروب والأخلاق. ورغم ذلك قاوم جيش الإمام علي عليه السلام بقيادة مالك الأشتر مقاومة شديدة، وكبد الطرف المقابل خسائر كبيرة أجبره بها على الانسحاب إلى مواقعه. أرسل معاوية إمدادات كبيرة لتلحق بجيش الشام بعد وقوع الكثير من القتلى أثناء الهجوم المفاجئ على جيش الإمام علي. ومرة أخرى يغدر معاوية ويخالف تقاليد الحروب والشريعة الإسلامية، حيث أمر جيشه في صفين باحتلال شواطئ نهر الفرات وفرض حصاراً عليه. طلب الإمام علي من معاوية أن يسمح لجنوده الشرب من النهر، لكنه رفض ذلك، بل شدد الحصار على النهر حتى يضطروا للاستسلام. شعر جنود الإمام بالعطش، وكان مالك عطشان أيضاً، فقال له جندي: في قربة ماء قليل اشربه. رفض مالك ذلك وقال: كلا، حتى يشرب جميع الجنود. ذهب مالك إلى الإمام وقال: يا أمير المؤمنين، إن جنودنا يصرعهم العطش ولم يبق أمامنا سوى القتال. بأمر من الإمام علي قاد مالك الأشتر أول هجوم في حرب صفين لاسترجاع شواطئ الفرات، وبعد اشتباكات عنيفة تم تحرير ضفاف النهر وإجبار جيش معاوية على الانسحاب. أصبح جيش معاوية بعيد عن المياه، فشعر معاوية بالقلق وسأل عمرو بن العاص: هل تظن أن علياً سيمنع علينا الماء؟ أجاب عمرو بن العاص: إن علياً لا يعمل مثل ما تفعل أنت. وبالفعل الإمام علي عليه السلام لم يعاملهم بالمثل، بل سمح لهم بورود الماء وترك لهم مساحة كافية من الضفة لذلك. وبذلك أدرك بعض جنود الشام الفرق بين معاوية والإمام علي عليه السلام، الذي يضع دوماً الأخلاق والتعامل الإنساني الإيماني نصب عينيه حتى في أحلك الظروف، مما دعاهم لأن يستغلوا ظلمة الليل ويلتحقوا بجيش الإمام علي. استمرت المعركة، وحارب مالك بشجاعة منقطعة النظير حتى كان على بعد صفين من خيمة معاوية. كان النصر قريبا جدا، ولاذ الكثير من جنود معاوية بالفرار. فقال عمرو بن العاص: أرى أن نخدعهم بالقرآن، نقول لهم: بيننا وبينكم كتاب الله. فرح معاوية لهذه الحيلة وأمر برفع المصاحف على رماح. عندما شاهد جنود الإمام المصاحف قرروا إيقاف الحرب، وبذلك انطلت الحيلة على كثير من الجنود. قال الإمام: إنها مكيدة، أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه. إنهم عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا عهده، ولكن رغم ذلك عصى أكثر من 20,000 من الجنود أمر الإمام وقالوا: أصدر أمرك بإيقاف القتال وقل للأشتر ينسحب. مالك الذي كان على وشك إحراز النصر النهائي احتسب أمره عند الله ورجع للدفاع عن أهل البيت عليهم السلام، الممثلين بالإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام، الذين كانوا في قلب الجيش محاصرين من ضعاف النفوس، الذين كانوا يطالبون بقبول التحكيم. توقفت المعارك واتفق الطرفان على الاحتكام إلى كتاب الله، وبذلك انتهت الحرب واتفق الطرفان على عدم القتال لمدة عام. أراد معاوية وعمرو بن العاص الاستيلاء على مصر، وكان الوالي على مصر آنذاك محمد بن أبي بكر، فأرسل يطلب الإمدادات العسكرية بأقصى سرعة قبل أن تسقط مصر بأيدي الغزاة.
فأرسل الإمام مالك الأشتر وقال له: توجه إلى مصر رحمك الله، ولست أوصيك بشيء لأنني أكتفي برأيك. استعن بالله، استعمل اللين في موضعه والشدة في مواضعه. وانطلق الأشتر إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاها مصر: جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بالإحسان إليهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق. يفرط منهم الذلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك بما عرفك من كتابه وبصرك من سنن نبيه صلى الله عليه وسلم. وخاطب الإمام علي أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر رحمه الله قائلا: أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله عز وجل لا ينام أيام الخوف، ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مفحج. فاسمعوا له، أطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله، لا كليل الضبة ولا نابي الضريبة. فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم. وبذلك عين مالك الأشتر واليا على مصر في سنة 38 هجرية بعد انتهاء معركة صفين. شعر معاوية بالقلق، فهو يدرك أن وصول مالك الأشتر إلى مصر يعني إنقاذها، لهذا فكر بقتله. عرف معاوية أن مالك لا يمكن قتله بالمبارزة أو الحرب، ففكر في طريقة غير مباشرة وخسيسة لقتله، وهي قتله بالسم. بمساعدة عمرو بن العاص الذي اتفق مع رجل يسكن مدينة القلزم على حدود مصر أن يدس لمالك السم مع العسل في مقابل أن يعفى من الضرائب مدى الحياة. بعد أيام قليلة وصل مالك مدينة القلزم، وعندما رآه الرجل دعاه لأن يحل ضيفا في منزله. لبى الأشتر الدعوة شاكرا، وضع الرجل إناء العسل المسموم في مائدة الطعام. وعندما تناول الضيف معلقة واحدة شعر بألم شديد في أمعائه وأدرك المؤامرة، فقال وهو يضع يده على بطنه: بسم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعندما وصل خبر استشهاد مالك كاد معاوية أن يطير من الفرح، وقال: لقد كانت لعلي بن أبي طالب يدان، قطعت إحداهما يوم صفين وهو عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر. أما أمير المؤمنين علي عليه السلام فقد كان لوفاة مالك أثر عظيم على قلبه، فحزن حزنا شديدا وبكى عليه كثيرا، وقال دامع العين: لله در مالك، لو كان من جبل لكان أعظم أركانه، ولو كان من حجر كان صلدا. أما والله ليهدن موتك عالما، فعلى مثلك فلتبكي البواكي. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أحتسبه عندك، فإن موته من مصائب الدهر. فرحم الله مالكا
فقد وفى بعهده وقضى نحبه ولقى ربه، مع إذنا قد وطننا أنفسنا أن نصبر بعد مصابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من أعظم المصيبة. رحم الله مالكا، فقد كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن مالكا رضوان الله عليه كان يحب عليا ويطيعه، كما كان علي عليه السلام يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويطيعه. وهكذا ختم مالك الأشتر حياته الحافلة بالجهاد، فرحم الله مالكا ورفع ذكراه نورا يضيء دروب الحرية والصمود والعقيدة.